السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم بتتفرج على قناة دين أريبيا، ودلوقتي هنشوف ازاي نعمل اورجانيزيشن شارت من خلال برنامج الفيزيو. اروح هنا الفايل اقول له نيو، وبعد كده اختار اورجانيزيشن شارت. تقدر من هنا تقول له انا عايز استخدم المساعد او تختار شكل الاشكال ديت. خلينا نستخدم المساعد المرة دي. بيبدأ يقول لي لو انت عندك ملف اكسل هنقدر ناخد المعلومات من الاكسل اوتوماتيك، او ملف اكس تي، او من مايكروسوفت اكسشينج، او من او دي بي سي. طيب اقول له كانسل، وفي اي لحظه تقدر تيجي على الاورجانيزيشن شارت وتقول له انبورد وتستورد المعلومات دي من الاكسل. تمام. طيب لو انا عايز احطها مانوال اجي هنا من الشيء دوت واقول له انا عايز احط الوظائف ديت اهو اهوت، وده الاسيستنت، وتقدر تحط الاستاف مثلا يبقى في كذا حد في الاستاف. هنا التايتل تقدر تيجي في أي لحظة تغير التايتل زي ما أنت عايز، وتقدر تغير الاسم، وتقدر تيجي هنا وتقول له أنا عايز أغير البيكتشر، وتبدأ تختار صورة من الصور اللي موجودة، طبعا صورة شخصية للشخص اللي أنت مختاره، وليكن مثلا أهوت. طيب بعد كده عايزين نوصل بينهم. فاروح هنا الهوم واقول له كونكتور وابدا اوصل ده مثلا لدوت، او بيقول لي تقدر تسحب اهو ده مثلا مع دوت وده مثلا اهوت بالشكل دوت. يبقى انت هتعمل الاورجانيزيشن شارت فيها كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها.